هيكون معانا على الهاتف أستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. برحب بحضرتك معانا أستاذ أشرف. وبداية دلالات التوقيت زيارة وأهميتها يا أستاذ أشرف. بكل تأكيد هذه الزيارة الأولى للرئيس عمليه تبون منذ تولى مقاد الأمور في الجزائر في ديسمبر عام 2019، وربما تكون الزيارة الأولى للرئيس الجزائري منذ عام 2008. أعتقد أن العلاقات شهدت فترة من ربما يكون بعض الغموض والكمون نتيجة أن هناك ما يعرف بانشغالات أو شواغل البلدين وكثير من دول الإقليم فيما يعرف بثورات الربيع العربي، وبالتالي كان هناك اهتمامات بالوضع الداخلية في العالم العربي. أعتقد هذه الزيارة تمثل فتحا إيجابيا جيدا في مسار العلاقات الجزائرية المصرية، خاصة أن البلدين لديهم إرث حضاري وإرث تاريخي من تراكم مواجهة التحديات ودور مصر في مسارات الجزائر في الثورة الجزائرية باتجاه الاحتلال الفرنسي منذ 54 حتى الحصول على الاستقلال الجزائري عام 93، ثم دور الجزائر أيضا المساند والمؤيد لمصر في حرب أكتوبر 73، وهذا الدور من التضحيات الجزائرية بجانب قوات الجيش المصري البواسل. أعتقد أن هذه الدماء التي تزكت في تراب سيناء بين المصريين والجزائريين عبرت عن روح عالية من القوة وأيضا الأشقاء في العالم العربي. وبالتالي هذه الزيارة اليوم أهم الملفات اللي طرحت اليوم يا أستاذ أشرف تمثل نهج جديد في علاقات جديدة على المستوى الثنائي وعلى مستوى العلاقات العربية الإفريقية. على المستوى الثنائي وجدنا درجة كبيرة من الحميمية في ضرورة أن يكون هناك من الآن فقادما وتوافق في العديد من الرؤى من الآليات فيما يتعلق بالمسارات السياسية بين البلدين، فيما يتعلق بتفعيل التعاون الاقتصادي في هذه المرحلة بالغة الأهمية وعودة ميعاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي وزراء البلدين بعد تعطل استمر قرابة 10 سنوات، وأيضا تفعيل لجنة الحوار السياسي بين البلدين عبر وزارتي الخارجية في البلدين من شأنه أن يزيد مزيد من النجاحات على مستوى الضرب بتحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية والتنموية في المرحلة القادمة ودفع أطر الاستثمار بين البلدين، خاصة أن مصر مهتمة بإقامة علاقات اقتصادية بالغة مع وهذا كان سؤالي يعني علاقات والمرحلة القادمة في تقدم العلاقات بعد هذه الزيارة هيكون إزاي؟ سيكون لديها مردود إيجابي للغاية، خاصة أن الرئيس كلف أو رئيسين كلف أجهزة البلدين بالإسراع بوضع استراتيجية وآلية تعاون عاجل على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموية في المرحلة القادمة ومكافحة الإرهاب، وأن تشهد العلاقات طفرات متدرجة وسريعة ومكثفة، وفي نفس الوقت أيضا يكون هناك فرق كبيرة من الانشغال بإمكانية أن يكون هناك تفاوض وأيضا تعاون بين البلدين فيما يتعلق بالتعاون مع التعاطي مع الملفات العربية، خاصة أن البلدين يقفان على مسافة قريبة للغاية لديهم رؤية وصياغة مشتركة وبلورت مواقف إيجابية بشأن العمل العربي سواء في مباراة الأزمة الليبية أو الأوضاع في سوريا أو الأوضاع في السودان، وحتى فيما يتعلق بإمكانية أن يكون فرصة لإنجاح القمة العربية لصفقة الجزائر في شهر. ده كان كلامي استعدادات المفروض اللي بيتكلموا فيها الرئيسين على القمة العربية القادمة. بكل تأكيد الجزائر راغبة من خلال قيام رئيس مجلس تبون بزيارة القاهرة لتلقي الدعم والمساندة المصرية، لأنها راغبة الجزائر في ضرورة إنجاح هذه القمة وجعلها فتحة خير في مسيرة العمل العربي المشترك بعد تعطيل لمسار العلاقات العربية العربية، وبالتالي هناك رغبة جزائرية في الاستعانة بالطول المحوري لمصر باعتبارها الدولة الرائدة في العالم العربي وتمتلك كل الحواضن لإنجاح مسيرة العمل العربي المشترك. وهنا كان التركيز على زيارة القاهرة للرئيس تبون وطلب الدعم والمساندة من قبل القاهرة في تنقية الأجواء وأيضا تصحيح كثير من المطارات العربية العربية، أبرزها ما يتعلق بإمكانية فتح المطار أمام سوريا للعودة للقمة العربية ومقعدها في الجامعة العربية، وفي نفس الوقت أيضا القيام بدور محوري من قبل مصر مع الأشقاء العرب لتوفير آليات التعاون وخروج مقررات أو مقررات القمة العربية تلعب دورها. يمكن سؤالي القادم بعيد عن القمة يا أستاذ أشرف، بما إن في نشاط وإعادة حياة لداعش مرة أخرى، هل ممكن يبقى في تضامن أو تلاقي واتفاق عربي أكثر الفترة القادمة؟ هذا ركز عليه الرئيسان اليوم خلال مكافحة الإرهاب وإمكانية استلهام التجربة المصرية الجزائرية باعتبار أن البلدين واجها صحيح في السنوات الماضية كثير من أعمال الإرهابية واستطاع أن ينجح ببراعة في وقت الإرهاب سواء فيما يتعلق بالقاعدة في المغرب العربي وبدولة الجزائر بعد العشرية السوداء، وفيما يتعلق بمصر بعد 25 يناير واستطاعت قوات الجيش والشرطة المصرية البواسل أن يوفروا الملاذات الناجحة للمصريين والآمنة للقضاء على الإرهاب، وبالتالي بدأنا لديهم تجربة حتى في منطقة الساحل والصحراء وراغبين أن يكون هناك تعميم هذا التعاون على كثير من العواصم العربية لاستعارة الدولة الوطنية العربية
وفي نفس الوقت تفضي بكثير من الاهتمام والشغف لكل التنظيمات الإرهابية واقتراع جذور إرهاب المنطقة العربية حفاظا على سيادة الأمن القومي العربي والوحدة العربية والدولة الوطنية في العالم العربي. وبالتالي هذه التجربة المصرية الجزائرية في مكافحة الإرهاب ستركز على مجموعة الأجهزة القادمة مع العواصم العربية، وسيتم إدراجها كأحد البنود الرئيسية في القمة العربية في الجزائر لتفعيل آلية للتعاون العربي في مكافحة الإرهاب واتخاذ إجراءات لتكليف منابع هذا الإرهاب وأيضا توجيه طلبات استباقية من أجل أن يكون هناك استعادة لضمان الأمن والاستقرار في العالم العربي، باعتبار أن هذه القضية لعبت دور سيئا للأسف الشديد. لم تبخل مصر منذ تولي السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، لم تبخل مصر على المساعدات سواء على المستوى اللوجستي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على أعتقد هيكون على المستوى الأمني الفترة القادمة، وهيكون لمصر دور هام في المنطقة. بشكرك جدا. تفضل يا فندم. بشكرك جدا استاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام. انا متاكده وواثقه ان مصر لن تترك الارهاب وداعش يتوغل في المنطقه مره اخرى.